المجلس الأمتي يحيل الاتفاقية الأمنية إلى اللجنة التشريعية للنظر في مدى دستوريتها، ويقر تعديلاً على قانون الرعاية السكنية يحدد مساحة القسائم ب400 متر. وزير الأشغال يحيل تقرير لجنة التحقيق في تطاير الصلبوخ إلى النيابة العامة ويؤكد وجود تقصير. المالكي يؤكد رفضه لدعوات التمرد على الدستور، والجيش العراقي يقتل عشرات المسلحين، وواشنطن تعلن بدء نشر مستشاريها، وطهران تؤكد رفضها لأي تدخل أجنبي. محكمة بحرينية تقضي ببراءة القيادي بجمعية الوفاق خليل مرزوق من تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية. طهران تعلن الإفراج عن الدفعتين 6 و7 من أموالها المجمدة، وموسكو تعرب عن رضاها لمستوى تقدم المفاوضات النووية. الليبيون ينتخبون ثاني برلمان لهم بعد القذافي، والأمازيغ يقاطعون، وحفتر يلتزم بوقف إطلاق النار خلال الاقتراع. المزيد من الأخبار في نشرة 8:30.